بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنام محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أرفع باسمي وباسمكم أيها الحفل بحر التهاني والتبريكات إلى مقام مولانا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام والأمة الإسلامية جمعاء، وبالخصوص شيعة أهل البيت بذكرى عيد الغدير الأغر، عيد الله الأكبر في يوم إكمال الدين وإتمام النعمة يوم تبليغ الولاية، ونسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعلى جميع المؤمنين بالخير واليمن والبركات وقبول الأعمال، وفي حال أفضل من هذا الحال بحق محمد وآله الطاهرين، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.